هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي أفادت أن مناوبتها قررت مقاطعة وجبات الإفطار والسحور اللي تقدمها إدارة السجن المدني في منوبة. وقررت موسي أيضا حسب بلاغ صدر إعفاء عائلتها من جلب القفة خلال شهر رمضان الكريم، وستكتفي بالخبز والزيت والحد الأدنى لسد الرمق، وذلك احتجاجا على ما تعتبره هي مظلمة غير مسبوقة اللي تتعرض لها، وعلى توسيع السلطة لدائرة التنكيل لقيادة الحزب الدستوري الحر ومنع أنشطته وعرقلة عمله في خرق واضح للتشريعات الوطنية والدولية الضامنة للحريات وحقوق الإنسان حسب البيان. يذكر أن عبير موسي موقوفة منذ شهر أكتوبر الماضي، وصادرة في حقها أكثر من بطاقة إيداع بالسجن في قضايا مختلفة أهمها متعلقة بخرق انتخابي، وتلك المتعلقة بتوجهها رفقة عادل منفذ إلى مكتب الضبط برئاسة الجمهورية. وجه حاكم التحقيق بالمكتب عدد 12 في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب 3 تهم إرهابية إلى الصحفي زياد الهاني، وكان الهاني تلقى استدعاء للمثول أمام قاضي التحقيق بقطب مكافحة الإرهاب، وذلك قصد إعلامه بقرار ختم البحث في قضية التسجيل الصوتي المنسوب إلى رئيس حركة النهضة بالنيابة منذر اللونيسي. وأشار الهاني في منشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي اليوم أنه خلافا لتوقعاته بإعلان براءته مما نسب إليه، وجه إليه القاضي 3 تهم إرهابية. يقول: غادرت الآن فقط القطب القضائي للإرهاب حيث تم إعلامي بقرار ختم البحث في قضية الدكتور منذر لونيسي التي تم استدعائي فيها شاهدا قبل أن يقع تحويلي بقدرة قادر إلى متهم. وقال: خلافا لما توقعته استنادا إلى ما يفرضه القانون روحا ونصا والمنطق السليم من أنه ستتم تبرئتي ووقف التتبع المخزي الجاري ضدي، وجه لي حاكم التحقيق 3 تهم إرهابية. وأعلن زياد الهاني عدم استئناف التهم الموجهة إليه نظرا إلى طبعها السياسي الفاحش، وشدد بالقول: لن أعطيهم فرصة تغليف فحشهم بطابع قانوني وقضائي حسب التدوينة. البنك المركزي التونسي يعلن على جملة من الأرقام، يقول بأنه العائدات السياحية وعائدات العمل غطت بالكاد 44% من خدمات الدين الخارجي في موفى شهر فيفري 2024، هذا طبعا حسب معطيات أصدرها البنك المركزي اليوم. سجلت خدمات الدين الخارجي حسب نفس المصدر ارتفاع لافت بنسبة 160%، إذ قدرت ب 1.7 مليار دينار في موفى فيفري 2023 و 4.6 مليار دينار موفى فيفري 2024، تبعا لسداد القسط المتعلق بالسندات الأوروبية بقيمة 850 مليون أورو اللي هو أصل الدين، بالإضافة إلى فوائد بقيمة نهزت 47.8 مليون أورو، ما يمثل إجمالي بقيمة 898 مليون أورو، ما يعادل 3 مليار دينار تونسا. ويعد هذا القسط من الديون الخارجية لتونس من الأقساط المهمة، ديونها بالنسبة لسنة 2024 فيما يحل أجل سديد القسط الأهم من الدين الخارجي للبلاد خلال أكتوبر 2024، ويتعلق الأمر بقرض بضمان من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي حصلت عليه تونس خلال سنة 2014، ويتطلب تعبئة ما قيمته 1 مليار دولار، ما يعادل 5 أيام توريد. يشار إلى أن العائدات السياحية وعائدات العمل زادت على التوالي بنسبة 11.3% قيمة 858 مليون دينار، وبنسبة 5.3% قيمة 1175 مليون دينار خلال شهري جانفي وفيفري 2024 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023. وساهم هذا التحسن في تعزيز ارتفاع المدخرات
من العملة الصعبة اللي تطورت بنسبة 5% لتمر قيمتها من 22.4 مليار دينار ما يعادل 97 يوم توريد يوم 8 مارس 2023، إلى 23.5 مليار دينار ما يعادل 107 يوم توريد حالياً. أشرفت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة ثابت شيبوب اليوم على تنصيب مدير عام شركة فوسفات قفصة عبد القادر العميدي ومدير عام المجمع الكيميائي التونسي الهادي يوسف حسب بلاغ وزارة الصناعة. وأكدت الوزيرة بالمناسبة على الدور الهام اللي تقوم به كلا الشركتين ومدى مساهمتهم في تحقيق التنمية الجهوية والنهوض بالاقتصاد الوطني، وشددت على ضرورة تجسيم خطة العمل اللي وافقت عليها الحكومة للنهوض بقطاع الفوسفات ومشتقاته، خاصة الرفع من طاقة الانتاج مع دخول المشاريع الجديدة حيز الانتاج الفعلي على غرار مشروع أم الخشب ومغاسل الرديف ومشروع توزر، هذا إلى جانب العمل المشترك على معالجة الإشكاليات المتعلقة بالمشاريع المعطلة، كما أكدت أيضا على مزيد بذل الجهود لتحقيق الانتعاش المرجوة ومزيد إشعاع الشركتين على محيطهم الخارجي. وأفادت أن المجمع الكيميائي التونسي يمثل قاطرة للتنمية بولاية قابس والجهات المجاورة له قفصة وصفاقس، ويحرص على معالجة الإشكاليات البيئية المطروحة فيما يتعلق بالانبعاثات الغازية والإفرازات السائلة باعتماده على الأساليب التكنولوجية الحديثة. وأشارت إلى مشروع تثمين مادة الفوسفوجيبس باش يحقق قيمة مضافة عالية، إضافة إلى أحداث مواطن شغل جديدة مباشرة وغير مباشرة مع المحافظة على البيئة والمحيط. فرنسا تهتز، حسب وسائل إعلام فرنسية تقول بأن العديد من المؤسسات الحكومية في فرنسا تعرضت لهجوم سيبرني غير مسبوق. قناة بي اف ام تي في نقلت على مصادر حكومية قولها أنه منذ يوم الأحد تعرضت مؤسسات حكومية عديدة للهجمات السيبرانية اللي تتسم بمواصفات تقنية عادية ولكن بكثافة غير مسبوقة. وأضافت المصادر أن الهجوم استهدف الكثير من الخدمات الوزارية، وأكدت أنه تم تشكيل فريق طوارئ لاتخاذ الإجراءات للتعامل مع الهجوم وضمان استمرار عمل الخدمات الإلكترونية. وأشارت إلى أنه حتى الآن تسنى تقليص تأثير الهجمات وعادة المواقع والخدمات الحكومية للعمل. وأضافت أنه الإدارة الرقمية الحكومية والوكالة الوطنية لأمن أنظمة المعلومات تواصل جهودها حتى تنتهي الهجمات، ولم توضح المصادر ما هي المواقع اللي تعرضت للهجوم ولم تحمل أي جهة مسؤولية هذا الهجوم.